قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شر تضعونه عن رقابكم. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا اللي احنا نسرع بالجنازة، لو هي خير من أهل الجنة يعني والصلاح احنا بنقدمها للخير اللي هي ذاهبة إليه، وإن كانت شر يبقى احنا كده ايه يعني حشنا شر كنا احنا شايلينه واحنا مش عارفين. وفي حديث آخر النبي عليه السلام قال: ما من جنازة إلا وتتكلم، إن كانت صالحة تقول قدموني، وإن كانت غير صالحة تقول ويلكم أين تذهبون بي.